مجموعة من حزمتك الخاصة على حسابك فايبر. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إنشاء الملصقات الخاصة بك على حسابك فايبر. سوف نتعرف على هذه الخطوة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأسفل، نقوم بالضغط على أكثر في الأسفل هنا. بعد ذلك سوف نأتي إلى هذه النافذة هنا كما ترون، نضغط على متجر الملصقات، نقوم بالضغط عليه. ثم بعد ذلك سوف ننتظر أن تظهر معنا صورة المتجر هنا، سوف نقوم بالانتظار. وبعد أن تظهر معك نافذة هنا ملصقة، تأتي إلى الأسفل، تضغط على هذه الخانة هنا. ثم بعد ذلك سوف نقوم ب اختيار هنا اسم حزمة الملصقات الخاصة بنا والوصف هنا إذا كنت تريد أن تصف الملصقات. بعد ذلك تضغط على هنا وتقوم باختيار الملصقات الذي تريد هنا، ويكفي فقط أن تضغط على إنشاء حزمة ليتم إنشاء حزمة الخاصة بك على حسابك الخاص فايبر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.